مرحبا، إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم حابة أشارك معاكم تجربتي لما انقطعت عن السكر لمدة شهر كامل. طبعا هذه التجربة أنا سويتها من حالي، يعني ما استشرت طبيب ولا حاجة، ولكن رحت وقريت كثير عن هذه التجربة وشفت كثير أشخاص بيجربوا هذه التجربة، فتوكلت على الله رحت هذه التجربة، لأنه أنا أصلا ما أحب السكر كثير. فيعني سواء سويت هذه التجربة ولا ما سويت، يعني ما رح تفرق معايا كثير، هذا اللي كان في بالي أنا. بعدين رح أقول لكم إيش اللي صار معايا، بس قبل خلوني أقول لكم إيش اللي ممكن أستفيده أو نستفيده لما نحن بننقطع عن السكر. أول حاجة بيسويها الانقطاع عن السكر هو إنه بيخفض من نسبة الكوليسترول في الدم، وكمان بيساعد على فقدان الوزن ونضارة البشرة، وكمان بيخلينا ننام بشكل منتظم وبيزيد من النشاط اليومي. الآن رح أقول لكم إيش النظام اللي أنا اتبعته. أول حاجة شفت أنا إيش باكل في خلال اليوم في سكريات انقطعت عنها. راح اقول لكم بنظام اليومي. الصباح لازم نحن نشرب شاي، مع الفطور لازم شاي، ومع العشاء لازم شاي، وكون شاي بحليب كمان. فلذلك انا انقطعت عن الشاي، فكان نظامي في الفطور كالاتي. اول حاجه اني انقطعت عن الشاي، بس ما فاجأت جسمي وصدمته، لا، انقطعت حبه حبه لحد ما انقطعت نهائي عن الشاي، وكمان انقطعت عن الاجبان لانه فيها نسبه سكريات، وانا دائما بحب العيش الابيض، باكل العيش الاسمر احيانا بس اغلب الوقت عيش ابيض، فلذلك تعادت عن العيش الابيض واستبدلته بالعيش الاسمر. بالنسبه للفطور، احيانا باكل معه خيار، جزر، يعني الاشياء اللي ما فيهاش سكريات، يعني اشياء كلها صحيه بدون اي سكريات مصنعه. نجي للغداء، وجبه اساسيه اللي هي الرز. انا ما قدرت انه اتخلى عن الرز لانه اوكي متعود عليه من ستين، يعني ما راح اقدر من يوم وليله بين شهر واحد انه انقطع عنه، ولكن انا فيني طبع باكل الرز لحد الشبع. انا كذا اللايف ستايل تبعي قبل ما اشبع اقوم من الاكل، فلذلك قللت في اكلي اكثر، يعني انا بقوم من الاكل قبل ما اشبع، لا الان صرت اكل نص الكميه اللي متعوده عليها. وكنت اللي استخدم سناك في حاله جعت وكذا، اللي باخذ سناك اللي هو الفواكه، ما كنت اخذ حاجه ابدا غير الفواكه سناك. نجي الان للعشاء، كنت باكل بالعشاء يا عيش اسمر لحاله بدون ولا حاجه، او باكل عيش اسمر مع زبادي، واحيانا باكل زبادي بس لحاله، يعني كنت بنوع بحيث انه ما اكل اجبان، محسوبتكم مدمنة اجبان، علشان كذا انقطعت عن الاجبان، وكل حاجة باكلها على حسب الحالة المزاجية عندي، بس كان عندي حاجة لازم، اللي هو في اليوم لازم اشرب من لترين الى 3 لتر ماء، يعني مستحيل يمر اليوم بدون ما اشرب هذه الكمية، علشان اعوض جسمي عن الاشياء اللي انا مانعته منها. الان الاعراض اللي صارت لي اعراض جباره، هذا وانا مو مدمن على السكر. اول اسبوع حسيت بصداع فظيع لدرجه انه انا ما كنت اتحمله، يعني كنت خلاص مو حابه الضوء، لا لازم الضوء يتسكر، لانه راسي كان فيني صداع مزمن. زي ما يقولوا لكم ان السكر لو بتبتعد عنه زي الماده المخدره اللي الشخص بيبتعد عنها، وفعلا اول اسبوع كان عندي غثيان شديد، كان عندي صداع شديد جدا، وكمان كان نفسيتي صفر، كان مزاجي معكر 24 ساعه، انا نفسيه كنت فعليا. كان اول اسبوع مالي نفس للاكل ابدا، يعني ما كان لي نفس، خلاص نفسي انسدت عن الاكل. ثاني اسبوع بديت اطعم الفواكه طعمها حلو بس نسبيا مو كثير، يعني بحس انه فيها حلاوه السكر فيها كذا، يعني بس بنكهه خفيفه، يعني صرت بديت استذوق الاكل، كمان ما زال الصداع مستمر بس على خفيف. ثالث اسبوع هنا في نص ثالث اسبوع راح الصداع تماما، ولاحظت على نفسي بدأت حركتي تزيد، بدأ عندي النشاط، كان تركيزي عالي، كنت مهما سهرت انام واصحى بدري، يعني كنت انام وقتها الساعة 3 الفجر او 4 الفجر، تلاقوني الساعة 8 صاحية، وكمان صاحية وانا شبعانة نوم. بعد خلاص بعد ما بدأ جسمي يتأقلم على الوضع الجديد له، كنت ما اقدر اسهر كثير، يعني صرت للساعة واحدة 12 واحدة كذا تلاقوني خلاص انخمدت نمت. وبصحى الساعة 7 على الساعة 8، كان هذا نظام. قلت لكم أول أسبوع كان مزاجي معكر، لاحظت إنه مزاجي
ايش على عدالفي؟ مهما تعرضت لنكد، مهما تعرضت لمشاكل، مزاجي عال العال ولا كأنه حاجة في بالي، يعني كذا باردة. بستقبل اي حاجة، كنت ما كنت بعصب ولا كنت يعني كنت مزاجي عالي وكانت عندي ايجابية جدا عالية. فعلا البشرة ما شاء الله بتحسوها من جوا طالعة نضارتها، يعني الحمد لله الحمد لله. بقت في اشياء من التجربه، انا راح اقول لكم ليش انا وقفتها. طبعا انا الان ما سويت، ما واصلت التجربه، راح اقول لكم ليش، بس خلوني اول حاجه اقول لكم الشيء اللي انا لاحظته، وانه انا كان جبار، فعليا جبار، واللي هو انا ضعيفه قدام بيبسي. بعشق حاجة اسمها بيبسي، لو كنت أسوي إيش وشفت بيبسي قدامي أشربه، يعني أشربه أي أكل ما بيغريني، بيغريني بس البيبسي. طعمت البيبسي مر مرارة مش طبيعية، مرة يعني مر ما قبلتها، ما يعني أحس بحطه بلساني كأني حطيت، تعرفوا المر، حسيت بمرارة جدا في لساني، ما قدرت أكمل حتى الكاسة. لاحظتها، ما صرت أطعم الأشياء اللي فيها سكر مصنع أو السكر الأبيض، ولكني صرت أطعم الأشياء اللي فيها سكر طبيعي 100%. يعني الفواكه بطعمها بطعمها الحقيقي، يعني الآن لما نحن بناكل السكر بنطعم الفواكه، على فكرة مو بطعمها الحقيقي، طعمها الحقيقي أحلى بكثير من اللي نحن بنطعم لما نحن نكون مش ممتنعين عن السكر. المهم صرت بطعم الأشياء، حتى العصاير، العصير إذا كان مش طبيعي بطعمه مر، يعني إذا كان مضاف إليه سكر حتى قليل كنت بطعم فيه مرارة مو حلوة. لما طعمت العصائر الطبيعية كنت بطعمها جدا لذيذة كان طعمها. بس من المضاعفات اللي صارت لي إنه هو المفروض وزني ينقص، وزني كان بيزيد، يزيد، حتى أهلي لاحظوا عليه، كل اللي يشوفوني لاحظوا علي، ألا مالك عمالة بتسمني، عمالة بتتخني زيادة. انه لازم صرت اوقف هذه التجربة لانه فعليا وزني زاد، كل ما طولت زيادة كل ما انا زدت كيلو، فهنا بديت اخاف، فعلشان كده وقفت التجربة رغم انها كانت تجربة جدا رهيبة، ولكن وزني اهم. يعني انتوا لاحظتوا يمكن انه انا سمنت زيادة عن الفيديوهات السابقة قبل ما انقطع عن القناة، لاحظتوني اني كنت انحف من الحين، هو مو لانه زاد اكلي، هو لانه انا سويت هذه التجربة وهي اللي نفختني. لما سويت هذه التجربة سويتها علشان كل الأشياء اللي فيها، بس ما كان أساسي إنه وزني ينقص. وبس والله، برغم إنه أنا مو من مدمنين السكر ولا من محبين السكر، ومع ذلك لاحظت كل هذه الأعراض فيني وجت لي كل هذه الأعراض، فما بالكم بالأشخاص مدمنين السكر، إيش راح يصير فيهم؟ يعني الله يعينهم فعليا. وبس والله، وهذه كانت تجربتي لما قطعت عن السكر، إن شاء الله أكون أفدتكم. وعلى فكرة اللي حابب يجرب لا يعني لا تترددوا، جربوا وشوفوا. بالنسبة لتجربتي أنا سمني، وهو الشيء اللي خلاني أنقطع عنها. وبس وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تعملوا لهذا الفيديو لايك إذا عجبكم، وكمان تشاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا كمان تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس الصغيرون علشان يصلكم كل فيديو جديد ما ننزله، وأنا أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.